أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي سوف نتحدث فيها عن التحذيرات التي أطلقها وزير الإعلام الدكتور معمر الإرياني الذي حذر من تلاعب ميليشيا الحوثي الإنقلابية في استغلال الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تحذيره في استمرار الميليشيات الإنقلابية من تجنيد الأطفال، حيث حذر وزير الإعلام معمر الأرياني من خطورة استمرار الميليشيات الإنقلابية في تجنيد الأطفال واستغلال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي فرضتها في مناطق سيطرتها، وقال إن ما تقوم به ميليشيات من عمليات تجنيد للأطفال والنساء يتسبب في إحداث شرخ عميق في النسيج المجتمعي اليمني، ويهدد بنشوء جيل لا يعرف سوى ثقافة القتل والانتقام. واستعرض وزير الإعلام خلال لقائه عضو الكونجرس رشيد طليب مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا ومسار عملية السلام المعطل نتيجة ممارسات الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران واستمرارها في رفض تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم والتنصل عنها. وتطرق الإرياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها بحق أبناء الشعب اليمني، والتي ترقى إلى تصنيفها جرائم ضد الإنسانية، ويجب على العالم أجمع التحرك من أجل وقف هذه الجرائم. من جانبها أعربت السيدة رشيدة طليب من دعمها الكامل لجهود تحقيق السلام في بلادنا وإيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية. إذا للحديث أكثر حول تلك التحذيرات التي أطلقها وزير الإعلام ينضم إلينا الدكتور معمر الإرياني وزير الإعلام، مرحبا بك مع الوزير. أهلا وسهلا، وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم. ونحن أسعد معالي الوزير. بداية، هل لك أن تحدثنا عن تلك التحذيرات التي أطلقتها معاليك حول تلاعب ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الوضع الاقتصادي، وكذلك تحذيراتك حول استمرار الميليشيات الإنقلابية من تجنيد الأطفال؟ شكرا كثيرا. الحقيقة يعني كانت زيارتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى واشنطن فرصة مهمة بالنسبة لي للحديث حول اليمن والانقلاب الذي قامت به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. ومن المهم جدا أيضا الحديث في هذه الزيارة عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية، سواء في حق الصحفيين أو الناشطين أو السياسيين وكل من يعارض مشروعهم الكهنوتي. وأيضا كانت فرصة كذلك للحديث مع مجموعة من مراكز الأبحاث، حيث تم عقد لقاء في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، وهو من أهم المراكز البحثية في واشنطن. وكان لقاء مهما جمعني بمجموعة من المسؤولين في المراكز البحثية الأخرى، من ضمنها مساعد مساعد المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، و مجموعة من المراكز، مركز ويلسون للعلماء، وأيضا مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وميرسي كور، ومجموعة من المراكز البحثية. فأنا أعتقد أنه كان من أهم اللقاءات، لأنه هذه المراكز البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية هي تساهم في رسم السياسات للحكومات على كل الحكومة الأمريكية. نعم. بالنسبة للمواضيع الأخرى التي تناولتها في هذه الزيارة، طبعا كان من أهمها خطر الميليشيا الحوثية التي أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي والأمن الإقليمي والأمن الدولي، وأن صمت المجتمع الدولي والتعامي على الممارسات التي تقوم بها هذه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران الإجرامية سوف تصل نتائجها الكارثية إلى مختلف أرجاء العالم، ولن يتحمل الشعب اليمني وحده تبعات
هذه الجرائم. نعم يعني من المهم أن أخبرك أخي الكريم ومن خلالك إلى السادة المشاهدين أنه مع الأسف أن المجتمع الدولي لا يعرف كثيرا عما يحدث في اليمن، وأنا متألم من هذا الوضع، ويجب علينا جميعا أن نتحرك دوليا للحديث حول مختلف القضايا ومختلف الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيا الحوثية. نعم يعني العالم يعني يتفاجأ بمثل هذه المعلومات ومثل هذه المواضيع التي لم يكن يعرفوها. هم يعتقدوا أن الميليشيا الحوثية هي عبارة عن أقلية معرضة للإبادة. نعم، من نقل هذه الصورة معالي الوزير، وأين يكمن التقصير بعدم نقل تلك المعاناة الحقيقية لأبناء الشعب اليمني التي تمارسها الميليشيات الانقلابية؟ يعني أنا لا أريد أن أتحدث حول هذا الموضوع، لكن هي دعوة لأننا أن يتحرك الجميع دوليا، لأن المجتمع الدولي يجب أن يحاط بما يحصل في اليمن. نحن أصحاب الحق، نحن المظلومين، الشعب اليمني يتعرض لانتهاكات وجرائم بشعة، والحوثيين من خلال الدعم الذي يتلقونه من قبل إيران، النظام في طهران، ومن قبل حزب الله يتحركوا ويتجولوا في مختلف بقاع العالم ويكذبوا على المجتمع الدولي ويدعوا المظلومية، وهم من ظلموا وقتلوا وشردوا وفجروا البيوت. نعم، معالي الوزير، من خلال هذه الجولة كيف لمستم ردود الأفعال تجاه ما نقلتموه من معاناة أبناء الشعب اليمني التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ وهل من خطط مستقبلية سواء كان على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الاقتصادي لوضع حد لتلك الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية على مستوى الدول وكذلك على مستوى المنظمات الدولية المعنية في هذا الأمر؟ استطيع ان اقول لك الحمد لله انه يعني جرى حديث وكتبت مقالات، و يعني بعض الشخصيات في الكونغرس كتبوا حول هذا الموضوع، وايضا الحقيقه لابد من الاشاده بدور سفارتنا في الولايات المتحده الامريكيه، كان لها دور كبير وبارز في اظهار هذه الحقائق، وايضا كان لها دور تعاون لعقد اللقاءات التي قمت بها، مجموعة من اللقاءات التي قمت بها. يعني أستطيع أن أقول لك السي إن إن تناول الموضوع، كبار الصحفيين في البي بي سي تناولوا الموضوع، هذه الانتهاكات، أيضا يعني حتى الحزب الديمقراطي يعني عندما تحدثه عن جرائم وانتهاكات لا يستطيع أن يتعامى حول هذا الموضوع، والجميع يعني مجمع أن الميليشيا الحوثية هي أصبحت يعني جرائمها واضحة للعيان، وأن التعامي عن هذه الجرائم هو يعني غير إنساني وغير أخلاقي. ويعني لذلك يعني أدعو أن يتم يعني مواصلة هذه اللقاءات ومواصلة هذه الزيارات، لأن ما قمت به هو مجهود يعني فردي، يعني كأن تضع حجر في بناء، فيفترض على الجميع التحرك لأجل وضع سور منيع أمام الميليشيا الحوثية الإجرامية وفضح كافة انتهاكاتها وجرائمها. مشكور هذه الجهود دكتور معمر الإرياني معالي وزير الإعلام، شكرا جزيلا لكم.